بصراحة بصراحة. وبعدين لما راحوا هناك المخالفات الحقيقية، سيبك بقى من وفد الفنانين، أو الفنانين ما ظهروش في المباراة دي، الإعلاميين ما ظهروش، لكن اللي ظهر إنه اللعيبة كان في أوضهم بتطلع كاميرات لقنوات وتصور معاهم، ويصوروا إعلانات ويصوروا تقارير ويبعتوها للقنوات بتاعتهم. فين المسؤول عن ده؟ احنا يا جماعه فعلا، وانا اتحمل مسؤوليه هذا الكلام ولا انافقكم، لا انافق الناس اللي بتتفرج، ولا انافق الشعب المصري، ولا انافق نفسي، لا احنا شعب مش مسؤول، ما عندناش احساس بالمسؤوليه بشكل كامل. وبعدين هو ال 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 ايه الشعب ده اللي حاطط احلامه كلها في مباراة كرة قدم؟ هتقول لي ما هي الناس محبطة من كل حاجة ويأسة من كل حاجة، وانت شايف يعني، ما انت شايف الأسعار عاملة ازاي، وشايف الناس مش يعني مكتئبة، ومحدش قادر يحقق اللي هو عايزه، وانت عاجبك، فهي الناس بتحط همها في الكورة وبتدور على انتصار يعني يرفع معنوياتها. هقول لك لا طبعا، ده كلام فاضي، لانه مع اعترافي بيه انه كل هذه الازمات الاقتصاديه اللي موجوده والحاله كده، لكن ما ينفعش تركز في انتصار في مباراه كره قدم فقط وخلاص. ما انا بقول لك انت عندك لعيبه مصريين، هم اللعيبه دول هنود، يعني محمد ايهاب وفريد عثمان واحمد سعد، دول اللي حققوا 17 ميداليه منهم 5 ميداليات ذهبيه، وده مش انجاز ليك كشعب؟ ما تفرحش بيه ليه؟ ولا هي الكوره؟ فانت عندك هنا خلل في ترتيب أولوياتك.